وصل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، ولا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا الدعاء، اللهم تقبل منا الدعاء، اللهم تقبل منا الدعاء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.